ست اللي هو يعني خلينا نتكلم ان في طفره حقيقيه حصلت في المعاشات، ويمكن الطفره دي بيشهد بيها القاصي والداني تحديدا. فعاوزين حضرتك تكلمنا عن هذه الطفره اللي حصلت في زياده المعاشات في السنوات الاخيره. خلينا نقول دايما الارقام هي اللي بتتحدث يعني. صحيح. فخلينا نقول في العام المائي 2022 2013-2014 اللي هو بينتهي في 30/6/2014 قبل تولي سيادته للمسؤولية، كل المعاشات اللي صرفت في جمهورية مصر العربية 86.5 مليار. يعني تكلفة المعاشات السنوية 86.5 مليار. ده سنويا. في السنة اللي هي سنة 13 اللي هي ما قبل تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد. بالظبط كده. نعم. النهارده في 30/6/23 احنا صارفين معاشات ب 340 مليار. 340 مليار. في 30/6/2023 ال 86 اللي كنا بنصرفهم 86.5 قبل ما سياسه يتولى المسؤوليه احنا بنصرفه النهارده 340 مليار. فمقدار الزياده فقط في بين ال 86 وال 340 هيقرب من 300%. نعم. بس برضو علشان ممكن حد يرد علينا ويقول في برضو خلال العشر سنوات خرج ناس كتيرة للمعاش، فاحنا هنا بنتكلم على ال 86 مليار دي، يعني العدد المستفيدين حصل لهم زيادة بنسبة كام في المية؟ تمام. كنا بنصرف ال 86.5 مليار كنا بنصرف لحوالي 8.5 مليون مواطن. نعم. النهارده بنصرف ل 11 مليون مواطن. كده وضحت الزياده. فعلشان نقدر حتى نبسطها، لو احنا قسمنا 86.5 مليار بتوع يوم 30/6/2014 لو قسمناهم على 8.5 مليون عشان نطلع متوسط قيمه المعاش تطلع حوالي 1300 1400. لو خدت السنه دي ال 340 مليار قسمتهم على ال 11 مليون يطلع ان متوسط المعاش حدود 3000. نعم. يعني زياده بنتكلم في 100% تقريبا. ده للمتوسط. بعد استبعاد اصلا الزياده في عدد المستحقين. نعم. تطلع الزياده في حدود 150% كمان. وده بالتاكيد طفره.